اهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدا فيلمنا بنمر وارنبه اسمها جودي، وبيمثلوا مسرحيه عن الافتراس بين الحيوانات القويه والضعيفه. وبتقول جودي ان ايام زمان كانت الحيوانات القويه بتفترس الحيوانات الضعيفه، ولكن دلوقتي العالم اتغير وبقت كل الحيوانات عايشه في سلام وامان. وبتقول كمان ان اي حيوان يقدر يحقق حلمه، وبنعرف ان حلمها انها تكون ضابط شرطة. وبعد المسرحية بنشوف ابوها وامها وهم بيتكلموا معاها، وبيحاولوا ان هم يقنعوها انها ما تكونش ضابط شرطة لان هي حيوان ضعيف، وبيقنعوها كمان انها تعمل حاجة سهلة زي انها تشتغل في زراعة الجزر معاهم في المزرعة. ولكن جودي ما بتكونش مقتنعة بالكلام بتاعهم، وبتصمم على انها تحقق حلمها وتنضم لأكاديمية الشرطة. بنروح بعد كده بالاحداث لبعد 15 سنة، وبتكون جودي كبرت وكمان بتنضم لأكاديمية الشرطة، وبنشوفها وهي بتتدرب مع باقي الحيوانات، ولكنها بتكون ضعيفة جدا في البداية وما بتقدرش انها تنجح في الاختبار، لكنها بتفضل انها تتدرب وتصمم على حلمها لحد ما بتكون متفوقة وبتقدر انها تنجح في كل الاختبارات، وكمان بتكون من الاوائل، وبيكرمها كمان عمدة المدينة وبيكون منبهر بيها لانها اول ارنبة قدرت انها تنجح في الاختبارات وتكون ضابط شرطة. بنشوفها بعد كده وهي بتروح لأهلها، وطبعا بيكونوا فخورين بيها وبتودعهم قبل ما تروح تستلم شغلها الجديد. بتركب بعد كده القطر وبتوصل للمدينة، وهناك بتوصل لمركز الشرطة علشان تبدأ شغلها، وهناك برضو بتتفاجئ لما بتلاقي ان كل الضباط هناك حيوانات ضخمة جدا. بيدخل عليهم بوجو وده رئيس المركز، وبيبدأ ان هو يرحب بيهم وبيعرفهم ان في 14 حيوان مفترس مفقودين، وإن هم لازم يلاقوهم بأسرع وقت، وبيكون ما بينهم دب ضخم وكمان ثعلب صغير. بيبدأ بوجو إن هو يوزع المهمات على الضباط كلهم ما عدا جودي اللي بيقول لها إنها هتكون ضابط مرور، وده لأنها ضعيفة ومش هتقدر على المهمات الكبيرة اللي زي دي. ولما بترفض جودي بيوعدها إنها هتاخد مهمة لو قدرت إنها تسجل 100 مخالفة مرور في اليوم. بتكون جودي طبعًا زعلانة وبتقرر إنها تسجل 200 مخالفة قبل الساعة 12، وفي تاني يوم بتبدأ شغلها وبتقدر إنها توصل فعلًا ل 200 مخالفة، لكنها فجأة بتشوف ثعلب شكله مريب بيدخل المحل الايس كريم، وبتعرف هناك ان الثعلب ده اسمه وايلد، وبتسمعه وهو بيطلب من الفيل ان هو يديله ايس كريم كبير علشان عيد ميلاد ابنه، وبيرفض الفيل وبيقول له ان هما بيبيعوا الايس كريم بس للفيله. وهناك بتتدخل جودي وبتامره ان هو يديله الايس كريم والا هتعمل له مخالفه، وفعلا بيسمع الفيل كلام جودي وبيديله الايس كريم وبيشكرها وايلد لانها ساعدتهم. بتروح بعد كده جودي علشان تكمل شغلها، ولكنها ومن بعيد بتشوف وايلد وهو بيسيح الايس كريم وبتراقبه علشان تفهم هو ايه اللي بيحصل ده، وبتتفاجئ ان هو عامل كمية كبيرة من الايس كريم وبيكون مجمدها في التلج وبيبيعها لحيوانات الهامستر، وبعد ما بيخلصوا بياخد عصيان الايس كريم دي وبيبيعها على انها خشب احمر وبيكسب فلوس كتير جدا طبعا. وبتكتشف جودي كمان ان الطفل اللي معاه ما يبقاش ابنه. بتروح جودي علشان تتكلم معاه وبتقول له ان هو لص، ولكنه بيقول لها انه الثعلب ذكي مش اكتر، وبيقول لها كمان ان هي هتفضل ارنبه غبيه حتى لو اشتغلت ضابط شرطه، وبيسيبها وبيمشي. اما في تاني يوم فبتكون جودي متضايقه من كلام وايلد وبتفكر فيه، ولكن فجأة بيجي لها الخنزير وبيطلب مساعدتها، وده لأن في حرامي سرق منه الورد بتاعه. وبنشوف كمان جودي وهي بتجري وراه وبتكون مبسوطة لأنها بتكون أول مهمة ليها، وفعلا بتفضل تطرده لحد ما بيدخل مدينة الفيران، وكان الحرامي على وشك ان هو يوقع البيوت بتاعتهم، ولكن جودي بتلحقها قبل ما بتقع، وكمان بتنقذ فار صغير من الدوناتس العملاقة، وبتقدر انها تمسك الحرامي بقطعة الدوناتس وبتقبض عليه وبتوديه لمركز الشرطة. بتكون جودي معتقدة ان بوجو هيبسط منها، ولكنها بتتفاجئ ان هو بيعاتبها وبيقولها انها عرضت حياة الفيران للخطر علشان حرامي سرق خضار بايظ، ولكن جودي بتقوله ان ده يبقى نوع من انواع الزعفران الخطير. وبيدخل عليهم ثعلبة وبتطلب منهم ان هم يلاقوا الثعلب جوزها واللي اسمه أمت، وبيكون واحد من ال 14 حيوان المفقودين، وبيحاول بوجو ان هو يهديها وبيقول لها ان كل الضباط مشغولين الفترة دي، ولكن جودي بتتأثر جدا بكلامها وبتقول لها انها تدور عليه، فبتفرح جدا الثعلبة وبتجري عليها وبتحضنها. بيتضايق بوجو من اللي عملته جودي وبيقول لها انها لو ما وصلتش للثعلب أمت في خلال 48 ساعة بس هتقدم استقالتها.
بتروح بعد كده جودي علشان تدرس ملف القضية وبتشوف صورة لآخر مكان ظهر فيه أمت، وبتكبر الصورة باستخدام الإزازة، وبتلاقي إن أمت كان بياكل آيس كريم من اللي بيعمله وايلد، وكمان بتشوف إن ديل الثعلب وايلد كان ظاهر في الصورة. بتروح بعد كده جودي بسرعة لوايلد وبتسأله عن أمت، ولكنه بيقول لها إنه مش فاضي إنه يجاوبها، وهنا بتعرض عليه جودي 10 دولار لو قدر إن هو يوصلها لمكان أمت، ولكن وايلد بيرفض وبيقول لها إنه مش محتاج لفلوسها، وده لأنه بيعمل كل يوم 200 دولار من وقت ما كان لسه صغير. وهنا بتفاجئه جودي وبتقوله إنها سجلت كل كلامه على القلم اللي على شكل جزرة، وبتقوله كمان إنها هتعمل له قضية تهرب من الضرائب لو ما ساعدهاش، وعلشان كده بيضطر الثعلب وايلد طبعا إن هو يساعدها. بياخدها للمكان اللي آخر مرة شاف فيه أمت، وبيكون مكان لتدريب اليوجا والعلاج الروحي، وبتتكلم هناك مع الخروف المسؤول عن المكان، وبتعرف منه جودي رقم العربية اللي ركبها أمت آخر مرة وهو خارج من مركز التدريب. وبتروح بعدها جودي للمرور وبتعرف من حيوان الكسلان مكان العربية، وفعلا بتقدر جودي إنها توصل لمكان العربية. وهناك بتفحص العربية علشان تقدر توصل لأي دليل يوصلها لأمت، وفعلا بتلاقي المحفظة بتاعته، ولكن فجأة بيظهر دبن وبيقبض عليهم وبيروحوا للزعيم بتاعهم. بيكون القائد بتاعهم فار وبيتضايق جدا لما بيشوف وايلد، وبنعرف ان هو كان نصب عليه قبل كده، وبيقرر الفار الزعيم ان هو يخلص عليهم هما الاتنين، ولكن فجأة بتظهر بنت الزعيم وبتطلب منه ان هو ما يعملش كده، وبنعرف انها الفار اللي انقذتها جودي من قطعة الدوناتس العملاقة في اليوم ده لما كانت بتطارد الحرامي، وفعلا بيسامحهم الفار وبيقرر كمان ان هو يساعدهم. بتسأله جودي عن مكان أمت، وهنا بيقول لها انه كان بيشتغل معاه، ولكن فجأة أمت هاجم السواق وهرب، وان كل اللي هيقدر يعمله ان هو يقول لهم على المكان اللي عايش فيه السواق. بتروح جودي مع وايلد للمكان اللي عايش فيه السواق، ولما بيسألوه عن اللي حصل بيقول لهم ان هم كانوا راكبين العربية عادي، ولكن أمت فجأة اتحول وبقى شرس وعدواني جدا وهجم عليه وكان هيقتله، ولكنه قدر ان هو يهرب منه في اخر لحظة. وفجأة وهو بيحكي لهم بيتحول هو كمان وبيكون شكله غريب جدا، وبيبدأ ان هو يطاردهم. بتهرب جودي ووايلد بسرعة من قدامه، وبيفضل يطاردهم لحد ما بيوصل لوايلد وبيكون لسه هيهجم عليه، ولكن بتقدر جودي انها تحط الكلبشات في رجله وبتمنعه من الحركة. بتكلم بعدها جودي مركز الشرطة، وبيجي بوجو وبتاخده جودي لمكان اللي فيه السواق، وبتقوله ان هما في مشكلة خطيرة جدا، ولكن لما بيوصلوا للمكان اللي فيه السواق بيتفاجئوا ان السواق اختفى ومش موجود. وهنا بيكون بوجو مش مصدق كلام جودي ابدا، وبيتضايق منها وبيطلب منها انها تستقيل، لكن فجأة بيتدخل الثعلب وايلد وبيقول له ان هو بيطلب من جودي انها تحل القضية في 48 ساعة بس، وهو اصلا ما قدرش يحلها في اسبوعين كاملين، وكمان بيقول له ان المهلة اللي هو اداها لجودي لسه فيها 10 ساعات علشان تخلص. وبياخد جودي وبيركبوا التليفريك وبيسيبوا بوجو وباقي الضباط وبيمشوا. بتكلم مع جودي وبتشكره لانه دافع عنها قدام بوجو، ولكنه بيقول لها انها هي كمان ساعدته لما انقذته من السواق الشرس. وبيبداوا يراجعوا الكاميرات، وهناك بيلاقوا ان في اتنين من الذئاب اخدوا السواق في عربية ووصلوا بيه لمكان معين، وبيقدروا ان هما يحددوا المكان ويوصلوا له. بيكون في حراسة قوية جدا على المكان ده، وبتكون الذئاب في كل مكان، فبتقدر جودي انها تقلد صوتهم وبتخدعهم كلهم، وبتقدر كمان انها تدخل لجوه المكان. وهناك بيلاقوا أمت والسواق وكمان باقي ال 14 حيوان المفقودين، وبنتفاجئ لما بنعرف ان المسؤول عن المكان هو عمدة المدينة، لكنه بيكون متضايق من اللي حصل مع الحيوانات. فبنشوف بعد كده عمدة المدينة وهو بيتكلم مع الدكتور اللي بيقوله ان الحيوانات دي هتفضل مفترسة مهما اتطوروا، وان هما لازم يفضلوا حابسين كل الحيوانات دي علشان المدينة تفضل عايشة في امان. وبتكون جودي صورت كل الكلام اللي قاله الدكتور لعمدة المدينة، وبتطلب الشرطة اللي بتوصل للمكان وبتقبض على عمدة المدينة وكمان الدكتور وكل اللي موجودين في المكان ده. وبيتعمل مؤتمر صحفي وبتتكلم فيه جودي وبتقول ان ممكن الحيوانات دي تكون اتحولت كده لانها في الاصل حيوانات مفترسة. وبنشوف وايلد وهو متضايق من كلامها لانه في الاساس حيوان مفترس زيهم. وبتخلص جودي كلامها وبتروح تتكلم مع وايلد،
ولكنه بيعمل حركات مخيفة ليها، ولكنه بعد كده بيقول لها انه زعلان منها لانها معتقدة انه ممكن يكون في يوم من الايام حيوان مفترس وبيسيبها وبيمشي. وبتعدي الايام وبنلاقي ان عدد الحيوانات المفترسة بيزيد بشكل كبير، وكمان بتزيد معاه الخناقات اللي بتحصل ما بينهم، وبتكون جودي متضايقة جدا وحاسة بالذنب انها السبب في اللي حصل، وبتقرر انها تقدم استقالتها. وفعلا بنشوفها وهي بتقدم الاستقالة وبترجع مرة تانية علشان تعيش مع أهلها في المزرعة. أما في المزرعة بقى فبتسمع أبوها وهو بيقول لإخواتها إن محدش يقرب من زهرة الزعفران البنفسجي، لأن أي حد بيلمسها بيتحول لحيوان عدواني وممكن إنه يهاجم أي حد حتى أقرب الناس ليه. وهنا بتفتكر جودي الحرامي اللي كان بيسرق الزهرة دي واللي كانت بتطرده في مدينة الفيران. بتركب جودي العربية بسرعة وبترجع للمدينة، وهناك بتروح لوايلد وبتعتذر له على الكلام اللي قالته في المؤتمر، فبيسامحها وايلد. وبيروحوا بعدها للحرامي وما بيكونش عاوز ان هو يقول لهم الحقيقة، فبيعلقوه وبيعذبوه وبيقول لهم ان هو كان بيسرق الزهرة دي عشان يبيعها لخروف في محطة القطر. بيروحوا لمحطة القطر وهناك بيلاقوا قطر قديم، ولما بيروحوا بيكون جواه معمل كبير وعدد كبير من الزهور البنفسجية، وبيسمعوا الخروف وهو بيتكلم عن العمليات اللي عملها، واللي من ضمنها انه حقن قامت بحقنة من نبات الزعفران البنفسجي، وانها كانت السبب ان قامت يتحول لحيوان عدواني وشرس. وبتهجم عليه جودي وبتسوق القطر علشان تقدر انها توصل لاسم الشرطة، ولكنهم بيجروا بسرعة كبيرة جدا والقطر بيطير بيهم، ولكنهم برضو بيقدروا ان هما ينطوا من القطر قبل ما ينفجر بيهم. بتتبسط جودي لما بتلاقي ان وايلد قدر ان هو ياخد المسدس وكمان عينة من الزعفران قبل ما القطر ينفجر، وبيجروا بيهم على مركز الشرطة. ولكن في الطريق بتمنحهم عمدة المدينة الجديدة بلوزر واعوانها، فبيعرفوا انها السبب في اللي حصل للحيوانات. فبتحاول جودي مع وايلد ان هم يهربوا منهم، ولكن بيقدر خروف من اتباع بلوزر ان هو ياخد منهم الشنطة، وبتلحقهم بلوزر وباقي افراد عصابتها. بيوصل بوجو وبتقول لهم ان الثعلب المفترس وايلد كان بيحاول ان هو يهجم على جودي، وبتطلع المسدس وبتضرب بيه وايلد اللي بيتحول لحيوان مفترس وبيبدأ ان هو يهجم على جودي. بتقول لها العمدة انها عملت كل ده علشان تتخلص من الحيوانات المفترسة وتحافظ على الحيوانات الأليفة، وكمان علشان تقدر انها تكون عمدة المدينة. وبيكون وايلد على وشك ان هو يقتل جودي، ولكن فجأة بيضحكوا هما الاتنين، وبنعرف ان وايلد لسه ما تحولش الحيوان مفترس ولا حاجة، لان هما بدلوا زهرة البنفسج اللي في المسدس لزهرة التوت واللي بيكون ليها نفس اللون. بتكون جودي سجلت للعمدة بلوزر كل الكلام اللي قالته على القلم الجزرة، وبتبلغ الشرطة وبتسمحهم الكلام اللي قالته بلوزر. وبتوصل الشرطة بعد كده اللي بتقبض على بلوزر وكل أفراد عصابتها. وبنشوف بعدها وايلد وهو بينضم لشرطة المدينة، وبتهني جودي وبتعلق له الشارة بتاعته، وبيشتغلوا هما الاتنين في نفس الفريق. والحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا، وكمان بتخلص الحلقة بتاعتنا. نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم. لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك، الشير، تعملوا سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.